قرب من محطة نقل المسافرين ولاد زيان بالدار البيضاء. كان يعني أن كان هنالك حريق نتج عن أسباب يعني كانت موضوع بحث وتحقيق من قبل السلطات المختصة. هذا الأمر يطرح من جديد ضرورة مواصلة السياسة التي اتخذتها بلادنا تجاه قضايا الهجرة على المستوى الوطني. المغرب اختار سياسة ذات عمق إنساني بريادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وعملت على تيسير شروط الاندماج وتسوية الوضعية، على مواجهة شبكات الهجرة السرية وشبكات الاتجار في البشر، وفي نفس الوقت العمل على إرساء تعاون دولي قوي مع مختلف الشركاء، باعتبار أن هذه القضية ليست قضية بلد دون آخر، وأن المغرب لم يعد مجرد بلد عبور والآن أيضا بلد استقرار. وهذا ما حتم على بلدنا أن تعتمد سياسة جديدة لقضايا الهجرة منذ سنة 2013، وهي الآن محط تقدير وإشادة، ونحن معنيون بمواصلة العمل في العمل على تنزيلها. ما يهم الأسباب والتفاصيل، السلطات المحلية تابعت الموضوع مرتبطة بذلك الحريق، وهناك توضيحات يعني يمكن العودة إليها.